السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن جهاز HP EliteBook 2570 دي. الجهاز ده المعالج بتاعه كور i3، كارت الشاشة بتاعه انتل 1 جيجا، رام بتاعته 4 جيجا، وشاشته 13 بوصة. هو كور i3 جيل تاني، والهارد بتاعه 250 جيجا، طبعا الجهاز بطاريته الانواع دي بطاريتها بتقعد من خلال ساعتين لثلاث ساعات على حسب الاستخدام. مخرج يو اس بي وسبليتر، ان شاء الله النهارده الجهاز اللي معانا وهو اتش بي ايليت بوك. طبعا سلسله الايليت بوك دي من السلسله الممتازه بالنسبه للابات الاتش بي، والجهاز ده بيبقى فيه منه اكتر من اصدار، في منه كور i3 وكور i5 وكور i7، والثلاثه بيبقوا جيل ثالث. الجهاز اللي معانا النهارده هو انتل كور i3، سرعه المعالج بتاعته 2.50 جيجا هرتز، 3 ميجا ذاكره مؤقته، عدد الانويه بتاعته 2 من انويه. اما بالنسبه للرام، فالرام اللي مع الجهاز 4 دي رام 3 بسرعه 1600 ميجا هرتز. نخش بقى على الشاشه بتاعت الجهاز. هي شاشه 12.5، احنا يعني بنقول عليها 13 لكن هي بالظبط 12.5 انش. طبعا الجهاز مزود بكاميرا وكشاف، الكيبورد بتاعه كيبورد اللي هو العادي. اما بالنسبه للهارد ديسك بتاع الجهاز 250 جيجا، سرعه 720 لفه في الدقيقه. اما بالنسبه للشاشه، فالشاشه بتاعته من نوع LED باك لايت بدقه 1366x768 بكسل، مضاد للتوهج. واما بالنسبه للذاكره بتاعته، فالذاكره بتاعته الجهاز اللي جاي معانا هو طبعا بيجي باكتر من اصدار، في 250 جيجا وفي 320 وفي 500 جيجا، سرعه 720 لفه في الدقيقه. في اصدار بيجي معاه هاردين، هارد SSD 128 مع هارد تاني 250 او 320 او 500 اللي هو الاتش دي دي. اما بالنسبه لاهم حاجه الناس بتسال عنها وهي كارت الشاشه، فكارت الشاشه بتاع الجهاز ده هو طبعا كارت مدمج انتل اتش دي جرافيكس 4000. طبعا الكارت ده بالنسبه للناس بتوع الجيمنج هيبقى ضعيف، فالجهاز ده انا مرشحوش للناس بتوع الجيمنج، لكن هو ممكن يشغل معاك لحد بيس 2017 كويس، يعني تشتغل معاه كويس. وبالنسبه بقى لوزن الجهاز، فالجهاز ده تقريبا 2.38 كيلو جرام. فجيتنا النهارده ان شاء الله الناس المتابعين للقناه بتاعتنا هيكون ليهم هديه باذن الله ساعه ما يجي يستلم الجهاز، او اي اجهزه تانية بننزل عليها عروض. يعني اي جهاز بننزله على القناه بيكون لمتابع القناه بيبقى ليه هديه مع الجهاز. وطبعا ما تنساش تسال على هديتك. متشكر جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.